صلى الله عليه العظيم ونصلي ونسلم على رسوله الكريم محمد بن عبد الله ورسوله الذي بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله تعالى به الامه حتى تركنا على محجه بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك أعاذنا الله وإياكم من النار وعذابها، اللهم تقبل، اللهم آمين. ثم يا أحبتي في الله، إن الإسراء والمعراج حق، قد دل صريح الآيات القرآنية وصحيح الأحاديث النبوية على أن واقعة الإسراء والمعراج حق، وإنه أتاه ملكان فأتيا به عند الكعبة، فشق صدره وغسل بماء زمزم وحشي به ما حشي ثم وضع به في صدري وليس ذلك من الخيالات قال انس رضي الله عنه وقد كنت ارى اثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم وانه اتى بالذراع واسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وكان ذلك يقظه لا منام وجمع له الانبياء عليهم الصلاه والسلام هناك فصلى بهم إماما ثم عرج به إلى السماوات العلى سماء بعد سماء وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم البيت المعروف وهو بيت يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه ولما بين النبي صلى الله عليه وسلم بعد سمع القصة عند أصحابه وعلم بذلك كفار قريش أثارت حولها ضجة وطفقت تسأل عن أبواب الأقصى وسلمه وغير ذلك ليسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن جوابه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقلبت كربا ما قلبت مثله قط فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبره عن آياته وأنا أنظر وهذه هي قصة الإعراج إسراء والمعراج بالاختصار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم جام الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأفضلهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة الله لهم وباطنة لا تغادر ذنبه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم الله في أصحابي لا تتخذهم فردا من بعدي فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم وخير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان بعاد ذل الله في الارض من اهان سلطان الله في الارض اهانه الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون